يا من يرى يعني نفس الإشكال. يعني قضية الرهن يعني جوج الأسئلة جاوا على الرهن، واحد مضطر رجل كبير وواحد ابناء، أو يعني ابناء كمل الدار ديالو بالرهن، رهن طرفه إلى آخره. فالرهن تحدثنا عنه بما يكفي ويشفي. إلا ما كانش بعض، أنا سمعت بعض الناس يعني من طلبة علوم الشريعة أو غيرهم قالوا بأنه ماشي حرام. شتي إلا ما كان شي الرهن حرام 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 في الدين، راه ما بقاش الحرام في الأرض كاع، يعني فضوا منه. القطع اليقين. دابا الامور كيسميه العلماء يعني القصد الاجتماعي، يعني هذاك اللي كيرهن. لا دابا انا غنتكلم، لانه كيسول على نزيلته هو، كيقول ودي عنده الضروره، الضروره تقدر بقدرها، هي الله يعافينا وعافيه يكتب على شي مؤمن، لان الضروره هي تبيح لك ان تاكل الجياف، يعني ياكل انسان الجيف الله يستر. هذيك حال ربي تعالى بينص القران، ما تحتاجش الفتوى هذيك، صافي وصلت الضروره ربي ما كتبش عليك الضرر. ولكن هل فعلا وضعوك وضع الضروره ام لا؟ هذا تحقيق المناط، هذا السؤال. أما أنه الضرورة ترفع المحظور، هذا لا شك فيه ولا خلاف، ولا ينكره إلا منكر للقرآن، والنص واضح، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما بالنسبة لمبدأ الرهن، لأنه القضية الرهن شنو يعني الناس؟ واحد باغي يتسلف الفلوس، هذا الشيء اللي كان، أنا خصني واحد 5 مليون ندبر عليها، ما لقيتش اللي يسلف لي، إذن كنتسلفها بالحيلة. شنو كانت سلفها بحيلة؟ كان يمشي لواحد يقول له ودي اعطيني 5 مليون واجي تسكن عندي بالمجان بلاش، ولا خلصني 100 درهم وداك السفلي ولا الفوقي كيجيب 1500 درهم، يا وفين 28000 ريال الاخرى؟ اذا هذاك هو سلف جرى نفعه. انا ماشي لانه انت يعني ما نعرف شنو فيك منور واقع عندك شي كرامات وكذا باش اعطيك انا السفلي اللي كيتسوى 1500 درهم اعطيه لك انا عطيك 100 درهم ودي لي 28000 ريال، فإذا أنا في الحقيقة عطيك 28000 ريال كل شهر كنخلصها لك، علاش؟ لأنك مخلصني 5 مليون. لو أن هذه 5 مليون كانت تبدا تقطع 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 وينقص منها، نعم، ولكن أنت ملي كتكمل المدة ديال 3 سنين ديال الكونترا ولا 5 سنين كتقول لي أعطيني 5 مليون ديالي، فإذا هو السلف. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في المداينة عن الهدية، فما بالك بهذا؟ يعني شتي لا واحد سلفك حرم عليك تعطيه هدية. قال الفقهاء اللهم إلا إذا كان التهادي جاريا بينكما، يعني مولف كتهديله كتهديلك قبل ما يسلفك، ولكن ما وليت تهديله حتى سلفك هذيك الهدية راه حرام، راه السم عطيته له. الآخذ والمعطي سواء كما في الحديث. وهادشي مع الأسف كاين عند الناس، وأنا شفته بعيني واحد مرة، واحد فلاح مسكين من البادية هنا قريب لنا، واحد ديال الناس جاي في القطار جايب معاه دجاج البلدي لشي واحد هنا، جايبوا له معداش لأن عطيه الفلوس باش يحرط، حرام عليه، هذاك الدجاج سم وسحت سيقوله ذلك الآخر، وحتى هو حرام عليه يجيب له الدجاج، ما يجيبلوش. هذا أنا نزيلة حضرت عليها بعيني، وجاي مسكين كيتقطع كيتأسف، هذاك السيد من البادية عرومي مسكين جاي من محل يقول له هاش كاين هاش كاين هاش كاين، دابا خصني نجيبوا له، إلا دخلت بالدية خاويا ما يعجبوش الحال راه عاطيني باش نحرط، حرام عليه. يقول يا ودي كانوا صحابه خوت في الله قبل السلف وجايب له الدجاج وما محصرش قلبه عليه، مزيان هدي لي ونهدي مكين، بس ماشي لانك سلفتني، لا ربي تعالى مطلع على القلب شنو فيه. ويجي هذه باينه قضيه رهن كبيره اكثر من الاخرى ديال الهديه، هذه بالشرط، هذه كاع الصراحه ماشي مخبعينها، غادي نسكن عندك 3 سنين وغادي نعطيك 5 مليون سير تستفد بيها، سلف سلف لانها كانت المالك ترضى ليا، ولكن غادي الدار تكريها ليا غير ب 100 درهم ولا بلاش، بعض الاحيان يا بلاش بحال 100 درهم تقولوا كيحللوها باش عرفوا ما عارفين حرام. فلذلك هي الحرام عينه ولو انكره من انكره من الناس، العبره بالدليل، شو العبره بالنزول. لكن واحد يعني عنده ضرر الله يحسن له، انا عنده ضرر كاين حقيقه، اهل الضرر موجودين، طلب الله يكشف الغمه على كل الفقراء وكل الناس الله يحسن له. ولكن هذيك فتوى ماشي عامه، ما كتعطاش هكا للعموم، لا تكتجي الحاله وتشرح ويسمع منه الانسان اش حالتك اش كذا اش وضعك كذا المشاكل، عاد كتعطيه الفتوى ديالو هو. فلذلك يعني الحرام لا كرامه له، ويمكن يعني الواحد يعطي شي واحد حرام ولكن ماشي الناس كاملين. ليه هو؟ لانه هو ما بقاتش حرام عليه، لا يعطيك الوضعيه ديالو، راه كاين اللي الوضعيه ديالو الله يستر يقدر ياكل الجيفه،
كاين راه كاين انا وضعيه يعني اللي كيعرف الناس وكيعرف البلاد وكيعرف الماليه كاين وضعيات لا حول ولا قوه الا بالله فعلا. ولكن هذيك الفتوى ديال فلان تقدر ماشي عامه ما عندوش الحق كل واحد ياخذها. وهذا الشيء كيوقع لاهل العلم من قادهم كي يعني كاين الناس اللي كيسمع كلمه من عند واحد كيسحب له بحال الوصفه الطبيه صالحه لكل شيء. لا وصفة طبية صالحة لهذاك المريض ما صالحاش للناس كاملين. ولو تشابه المرض فالبدل ماشي متشابه. واللي بغى يطيع الله راه كيطيعو. دابا الناس اللي باغي شي حاجة خايبة راه كيقلب عليها بأي وسيلة وربي تعالى كبير سبحانه وتعالى.